هي واحدة من بين 14 منظمة حقوقية دولية تقول إن الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراؤها في نهاية الشهر المقبل ليست حرة ولا نزيهة، كما تتحدث عن تعارض الكثير من التدابير الحكومية مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. فعلى سبيل المثال، يربط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان الاتحاد الإفريقي المشاركة السياسية للمواطن بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل فرض قانون الطوارئ. هذا بالإضافة إلى إقصاء العديد ممن أعلنوا نيتهم الترشح في الانتخابات الرئاسية، وضع رأت هذه المنظمات أنه لا بد من توضيحه للمجتمع الدولي. ما اقدرش اقول ان في اقصاء للمرشحين، انا اقدر اقول ان في تنكيل بالمرشحين. ده المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي، لكن في الحقيقه انتخابات 2018 تم التجهيز ليها تقريبا من 2014 عن طريق الاضعاف الاحزاب السياسيه والتنكيل بشباب الاحزاب السياسيه وبالاحزاب السياسيه نفسها، ملاحقه الحقوقيين، ملاحقه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه، تاميم الاعلام، التاميم غير المعلن للاعلام او التاميم غير الرسمي للاعلام عن طريق ان وسائل الاعلام بتمتلكها جهات سياديه وجهات امنيه. فإحنا عندنا المشهد اللي إحنا فيه ده حالياً، في المشهد الحالي ده نتاج بصراحة مجهود 4 سنين تم إن هو يبقى إفراغ مصر من السياسة. ويأتي هذا البيان بعد تدشين الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة مبادرة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية وتوجيه تهمة خرق الدستور لقيادات بالحركة، غير أن البعض يرى أن توجيه الانتقادات للعملية الانتخابية من قبل قوى المعارضة لن يكون له تأثير لدى المواطنين. بالطبع هناك قطاعات شعبية وقطاعات رسمية داعمة لسياسات الدولة وداعمة للرئيس المرشح في العملية الانتخابية، وتراه الخيار الأفضل لإنجاز أو استكمال وتثبيت ما تم بناؤه منذ العام 2013. وفي هذا الإطار أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية في بيان لها اختفاء الصحفي حسن البنا والباحث في المركز الإقليمي للحقوق والحريات مصطفى الأعصر منذ 4 فبراير الجاري، وإنكار الأجهزة الأمنية احتجازهما رغم توفر معلومات تفيد أن آخر إشارة لهواتفهما المحمولة تم التقاطها من جهات أمنية حسب ما جاء بالبيان. انتقادات منظمات الحقوقية دولية للتدابير الحكومية التي تقول إنها لن تنتج عنها عملية انتخابية ديمقراطية بحسب هذه المنظمات، يرى البعض أن من شأنها توضيح الأمر للمجتمع الدولي، فيما يرى آخرون أنها تسيء للأوضاع السياسية في مصر، خاصة في ظل وجود دعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية من قبل قوى المعارضة. دميانة سعد، الحرة، القاهرة.